وأن بينهم النصيحة والبر دون الإثم والنصر للمظلوم، وأن يثرب أي المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وكانت هذه المعاهدة هي الميثاق والدستور الذي انطلقت منه الدعوة إلى العالم كله. أصدقاؤنا في مكة سيحاربون معنا محمداً ورفاقه. علينا أن نجتمع لحربه حالاً. اجمعوا الناس جميعاً بسلاحهم وعتادهم، هيا. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. ماذا أفعل معك يا محمد؟ يبدو أن عداءنا سيطول يا محمد. يبدو أنك عنيد يا محمد. لم يستطع ابن سلول مواجهة محمد، امتنع عنه، فلقد فرقهم محمد بحديثه وعادوا بخيبتهم خاسرين. ولكن دور ابن سلول لم ينتهي بعد، إنها البداية، البداية أبلها. اللهم إني أسألك النجاة من الطاغين في مكة. يا سعد بن معاذ، لما تعتمر وبيننا وبينهم عداء وحروب؟ اشتاقت نفسي لبيت الله الحرام. صدق، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أهلا بك يا سعد. أهلا بك يا أمية بن خلف، أريد أن أعتمر. ستعتمر يا سعد وأنت في حمايتي. يا أمية، من هذا الذي معك؟ هذا سعد. أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم محمدا ببلدكم، وزعمتم
أنكم تنصرونه. يا أبا الحكم، إنه في حمايتي. انتظر يا أمية، أما والله لو منعتني الحج لمنعتك من المرور على المدينة. أتهدد قوافلنا وتجارتنا؟ لنا جولة نقابلكم فنستأصلك. أنت محمداً ومن معكم؟ أأسلمت يا خسام؟ اتبعت محمداً؟ ومن هذا الأعمى الذي تصلي خلفه؟ أسلمت يا أسعد. ومن الذي دعاك للإسلام؟ لا تقل لي هذا الضرير الذي سمى نفسه باسمي ليشيع فتنة بين الناس. بل هو اسمي قبل أن أراك. أتجادلني يا أتعس يا أعمى؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أراك وقد تجرأت على أسيادك وكنت سببا في إسلام أهل هذه القرية. بل الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكان الصحابة من المهاجرين والأنصار يتبادلون الحراسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من كيد اليهود والمشركين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما سمع خشخشة فقام وسأل من هذا. قال سعد: سعد بن أبي وقاص. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال سعد: وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وكان الصحابة لا يدعون سلاحهم، كانوا ينامون ويقومون به ويحرسون حدود المدينة. قال سعد: يا عبد الله بن رواحة، يا شاعرنا، أتعجب منك أن تحمل السلاح. في سبيل الله قلمي وسلاحي يا سعد. علينا أن نحمي حدود المدينة، فلقد زاد أعداؤنا قريش واليهود والمشركون. لقد أرسل النبي سرية سيف البحر وقائدها حمزة بن عبد المطلب. قال حمزة: سنعترض عيرا لقريش آتية من الشام كما يعترضون طريقنا للعمرة. يا قوم، علمنا أن محمدا قد بعث لنا حمزة بن عبد المطلب ليعترضنا، فهل أنتم جاهزون للحرب؟ جاهزون. نحن جاهزون. نحن جاهزون. إنها الحرب. جاهزون. نحن جاهزون. نحن جاهزون. جاهزون. جرأتم علينا يا حمزة. إنها الحرب. قال حمزة: استغفروا الله يا جند الله وسبحوه وقاتلوا في سبيله.
أبا الحكم، يا حمزة، كفوا أيديكم عن القتال وارجعوا، فأنا مجدي بن عمرو الجهني لا أريد أن أرى دماكم تهدر أمامي، فلا يظلم بعضكم بعضا، وإني قريب لكما وأحبكم إليكم.